ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما. ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا. وجعلنا الليل والنهار آيتين فَمَحَوْنَا آيَةَ اللَّيْلِ فَمَحَوْنَا مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين وكل شيء فصلناه تفصيلا. وكل إنسان أعظم
ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. اقرا كتابك كفى اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. ونخرج له يوم القيامة كتابا من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها.
ولا تزر وازرة وزر أخرى.